هالدنيا عجيبة العايش يشوف العجايب. كم طفل كم طفل راسلت الشيبة وكم جنين يصير شايب. الظلم عم هاي الدنيا اليمت مهدين انت غايب. عجل عجل يا مولانا عجل 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 يا مولانا عجل عجل. ما دا اسمع عجل اظهر يا ابو صالح مرمر الريج الزمان. عجل اظهر يا ابو صالح مرمر الريج الزمان. هاي لاولادك مشهم فدوى اروح لك قعدهم فدوى اروح لك. هذا الحج عجل الله تعالى فرجه. واحنا الرافضه وعندنا بتريه. اسمع ايش يقول بينهم الشاعر ابو انور الاهوازي. عجل اظهر ابو صالح مرمر الريج الزمان. الظلم والجور عمنه وعاجزي عبر اللسان. والذبح اصبح على الهويه واضح مبين عيان. وش قد اطفال الذبحالي وش قد اطفال وش قد اطفال الذبحالي وش قد اطفال. هذا الجواب من اصحاب اليمين ماكو. وش قد اطفال الذبحالي وش قد اطفال وش قد اطفال الذبحالي وش قد اطفال. كنت اقول ليش غايب ليش شايمت الوعد. نادم على العتب هسه وما اريد اعتب بعد. وما دريت المنه بينا وناسك المنك تعاد. تخذل الزهره وتاذيها تخذل الزهره تخذل الزهره وتاذيها تخذل الزهره. لا ظهر لا ظهر غايبنا هسه لا ظهر غايبنا هسه. وانت منع عن قريب رايتش مكتوب بيها تدري لو لا. لا ظهر غايبنا هسه وانت منع عن قريب رايتش مكتوب بيها. هذا لك السؤال يا رافضي ايش مكتوب براية الإمام المهدي. رأيتش مكتوب بيها يا لثارات الغريب. اللي يريد يشيل لبيك يا حسين البتر الانبطاحي هو جدك. لا تريد تشيل اذا تقول هو جدي. جدك يجي شايل الرايه اللي تقول مكتوب بيها يا لثارات الحسين. لو ظهر غايبنا هسه وانت منع عن قريب رايتش مكتوب بيها يا لثارات الغريب. كان تبين طائفي اهوى هذا منطقهم عجيب. غايتهم بينه ومكشوفه غايتهم بينه غايتهم بينه ومكشوفه غايتهم بينه. شيعتك هاي ابو صالح يعني تعد من شيعتك يعني محسوبين. شيعتك هاي ابو صالح يعني تعد من شيعتك. اتغربلت وصفه وحسافه برخص ماي وباعتك. خانتك لجل السياسه وللكراسي خانتك. خسروها الدنيا واخراها خسروها الدنيا خسروها الدنيا واخراها خسروها الدنيا. ليش ماكو جواب؟ اخراها خسروها الدنيا. هذا البيت الكم. قالوا الثيرون فتنه بهاللعن يا رافضه. وهذا شيخكم هماتين. قالوا الثيرون فتنه بهاللعن يا رافضه. تريدون يعيده هذا البيت. قالوا الثيرون فتنة بهاللعن يا رافضة. ليش الثيرون فتنة ليش؟ قالوا الثيرون فتنة بهاللعن
يا رافضة. شوف شو يقولون، حقنوا للدم بالتقية وضيقوا بين الفضاء. البتري البتري الانبطاحي إيش ما يذل نفسه المخالف ما رضى. لو روح بروحي عجنونة، لو روح بروح، لو روح بروحي عجنونة، أي عجنونة، لو روح بروح. جاوب. آه البتري الانبطاحي إيش ما يذل نفسه، يقول نشيل شنو؟ أعد أنا خادمك، بس هذا البتري الانبطاحي إيش يقول؟ يقول نخلي لبيك يا عراق ولك مكتوب على ساق العرش إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، ولك العراق والكون كله مخلوق لأجل الحسين. شنو لبيك يا عراق؟ ولك لبيك يا حسين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. قالوا الثيرون فتنة بهاللعن، يا رافضة انتو وشيخكم حقنوا للدم للدم بالتقية وضيقوا وضيقوا بين الفضة. البتري الانبطاحي بيهم معمم وبيهم بالبرلمان فندي، قاعدين يتفلسفون برأسنا. والبتري الانبطاحي اش ما يذل نفسه، إيش ما يذل نفسه المخالف ما رضى. لو روح بروحي عجنون، لو روح بروح، لو روح بروح، لو روح بروحي عجنون، لو روح بروح. الشيعي الرافضي، الشيعي الرافضي الولائي البرائي، بلا عزة شنه شنهي أصلا قيمته. الما يصيح حسين بإيمان بيش تصبح عزته، والما رفض زمر الخبيثة وتصبح بذل عيشته. والرافض هم عالي الشامة، والرافض هم عالي الهامة، عالي الهامة، والرافض هم، والرافضهم عالي الهامة، والرافضهم، والرافضهم، والرافضهم عالي الهامة، والرافضهم. واحنا يا المهدي، هلا هلا بخدام المهدي، واحنا يا المهدي كتبنا وياك بدمعنا العهد نفضح الزمر الخبيثة. ابو بكر وعمر وعثمان وبعد، نفضح الزمر الخبيثة وما نجامل ويا احد. يبو عليكم، عدنا لبوات كثيرة وعدنا سود وفد اسد، مثلنا وشال الهرايه، مثلنا وشال، صيح، مثلنا وشال الهرايه، مثلنا وشال، مثلنا وشال، مثلنا وشال، مثلنا وشال. واحنا يا المهدي كتبنا وياك بدمعنا العهد نفضح الزمر الخبيثه وما نجامل ويا احد. عدنا لبوات كثيره وعدنا سود وفد اسد، مثلنا وشال الهرايه، مثلنا وشال، ما دا اسمع، مثلنا وشال الهرايه، مثلنا وشال، مثلنا وشال الهرايه، مثلنا وشال. راية الخدام راية لونها بلون السماء، جيب ليها. راية الخدام راية لونها بلون السماء، رفرفت بالقمم عالي والحسد عم ينعماه. تظل مرفوعة وعزيزة الرافضة بهذا اللواء، والشامخ ما هبط هامة، والشامخ ما ايه ما هبط هامة، والشامخ ما. ليش ساكت؟ ليش هبط هامة، والشامخ ما. ليش ساكت؟
يقول رعية الخدام رايح، رعية الخدام رايح. رأية الخدام راية، لعنة الله على عمر، ليش قلت لي وخر من أنا، ليش قلت لي وخر من أنا. هلا رأية الخدام يا بذول الرافضة، إش قد رأسكم عزيز ومرفوع وهامتكم، وإحنا يا المهدي كتبنا وياك بدمان العهد. عليك المهدي، عليك المهدي، إذا تحب المهدي تجاوب، أريد جواب من أقصى اليمين لأقصى الشمال، والما يجاوب شنو؟ والما يجاوب شنو؟ أولي شوية أكو شكوك برافضيته، خلي يراجع نفسه، ها يجوز يشكو من الحساسية، لأن يقول إخوان عندهم تحسس، قوديهم لابد جلدية. وانا والله كنت جايب وياي بالسياره موجوده، جايب وياي وكنت ناوي اسويها هاي المسرحيه على المنصه، جايب وياي سرنجه، اقول بويا انا فتحت مستوصفات بكل انحاء العالم، العده حساسيه اضربها ابره بس مو بالعضله، بالوريد، اي لانه خطيه ذول عندهم حساسيه لازم نضربهم ابر. فحساسيه من منو؟ من لبيك يا حسين، عمت عينك، عمت عينك اللي تسوي هذا الشيء. هسه مو على المخالف احنا، ولك البتري، واحنا يا المهدي كتبنا وياك بدمان العهد، نفضح الزمره الخبيثه وما نجامل ويا احد، عدنا لبوات كثيره وعدنا سود وفد اسد، مثلنا وشال الهرايه، مثلنا وشال صوتك ثنى وشال الهراية، مثلنا وشال الراية، مثلنا وشال الراية، مثلنا وشال. اي اي علي، اي هلا هلا، اي اي ترضى عنك الزهرة، ثنى وشال الراية، مثلنا راية الخدام. هلا هلا هلا، اللهم احشرنا تحت لواء راية الخدام بحق الإمام المهدي. راية الخدام راية، لونها لون السماء، رفرفت بالقمم عالي والحسد عم ينعمه، تظل مرفوعة وعزيز الرافضة بهذا اللواء، والشامخ ما هبط هامة، والشامخ ما ما اسمع، خلصت. ايه ايه هامة والشامخ ما، الله الله، والشامخ ما يهبط الهام، الله الله. طبعا احنا اشاراتنا على سماحة الشيخ، قلنا مثلنا وشال الهراية، انتو كلكم الرافضة مشمولين، وكل من يسمعنا بأنحاء العالم كل رافضي، الشامخ ما يهبط الهام، يا ملا صالح يا رافضي، عزيز النفس ما أدامه، ولا هاب الشهادة اليوم، ولا هاب الشهادة بيوم، اللي طبر الراس بالقامة، واللي والي حيدر الكرار، يشوف الجنة قدامة، وحسين تاني الخدامة، وحسين تاني، وحسين تاني الخدامة، وحسين تاني، وحسين تاني الخدامة، وحسين تاني خدامة، وحسين ايتان الخدامة، وحسين ايتان الخدامة، وحسين ايتان خدامة، وحسين ايتان الخدامة. اي اي علي علي، حيدر حيدر، هسه ما اوخر، ما انطي اللاقطة ولا. طبعا هذه الابيات ليش ما انطيها من العباس، مولانا مولانا، هاي الابيات إلى خادم المهدي الأخ أبو الشاعر، شاعر أهل البيت، الأخ أبو أنور الأهوازي. وأني بصراحة أكتب بعض الأحيان، بس والله من سمعت وشفت خبر رفع لبيك يا حسين، كتبت بيت واحد
ووقف القلم بعد ما اقدر اكتب شيء، ما ادري ليش. شنو هو البيت هذا؟ شنو البيت؟ بس اسمع هذا البيت عليك الحسين. تدري شنو هو كتبيت سيدنا مولاي؟ قبل قلت لي احسنت انت، تدري كتبيت؟ بل كدال عن عمر، اي احسنت اكيد. والله كتبت لعنة الله على عمر، كتبت بس حفظت على ظهر غيب. قالوا منو اللي قال؟ من هو الذي قال لبيك يا حسين رافضية؟ خلي يطلع من دين جد محمد. بس هذا كتبته وقف القلم. يعني اختصار، إذا تقول لبيك يا حسين رافضية اطلع من دين جد محمد. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. أمثلنا وشال الهراية، مثلنا وشال.